8 ايام بس. 8 ايام شوي. طيب تحط مستوى الماء. احنا حطينا الحين هذا وشو؟ عالي. هذا عالي. ايه. فيه متوسط، فيه قليل، فيه واطي. ايش احط احسن شيء اذا ثيابك؟ ملابسك ثيابك حطها ملابس داخليه يمكن 5 5. لابسه تحط ملابسك ذي معها. لا 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 ثياب بيض بس. كم ثوب؟ 5 ثياب ملابس داخليه تغييره كامله. حط متوسط. حلو. حلو. تحط مستوى اضافه الماء لحظه متوسط. لحظه متوسط تضغط هنا مستوى الماء وشو؟ هنا مستوى الماء. حلو. تضغط لين تجي العلامه على المحل اللي انت تبغى مثلا متوسط. حلو. مو كلام؟ البرنامج عندك ملابس كبيره، ملابس ناعمه، غسيل سريع، وش تبي منها؟ الثياب الشيء. تبغى غسيل سريع ولا غسيل عادي؟ لا لا عادي، ايش الاحسن اللي بيظبط؟ ما نبعد على شيء. ما انت بعد على شيء؟ ايه عادي. غسيل عادي متوسط. طيب اضافه الماء. الماء الى وين حده؟ لين اغطي الملابس. اضافه الماء بارد. تحطها لانك لو تغطى هذه بيجيك حار، خله بارد. حلو. قبل كل شيء تضيف وش؟ مسحوق الغسيل. ولا تحطه على ملابسك عادي، تحطه على ملابسك كله. دي ما عليها شيء، ما عليها مسحوق كبير يرضخون. لا قاعد احطه عليها. صدقني ما حط. لا انا حاط معهم. ايوه. عقب ايش سوينا؟ تشغيل. تشغيل، خلاص. لا سلام عليك. فهمت كيف؟ فهمت. وذي سهلة. يعني امور بسيطة يعني ما يحتاج انها. الله يا وقت مضى رعد يا رعوده زبر يا سحايب الله يا